التعصب للباطل لا يبقي لصاحبه سمعا ولا بصرا. وهناك من يتعصب ابتداء للحق ثم يخرج به تعصبه عن حدود الحق ومقتضاه، ويتحول إلى عصبية للذات يضيع بها النظر للحق والتقيد به، وتنصب الرؤية عنده على رضا النفس وتكون الاستجابة لهواها. والتغالب السياسي الدنيوي من أشد ما يدعو للتعصب الأعمى والبقاء فيه، والبقاء فيه مع الحق. والتغالب السياسي الدنيوي من أشد ما يدعو للتعصب الأعمى والبقاء فيه مع الحق ولو كان لله، يحتاج إلى نفوس عالية الإيمان. والبقاء فيه مع الحق ولو كان ذلك التعصب ابتداء لله، يحتاج إلى نفوس عالية الإيمان شديدة التورع والتقوى. الاستقامة تحتاج إلى مزيد من قوة. الاستقامة على الطريق، على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة وهذه الهداية، طلب الهداية على الطريق المستقيم ليس طلبا لهداية الابتدائية، وإنما هو طلب للهداية الاستمرارية. ولذلك لا يعجب الإنسان ولذلك لا يعجب الإنسان من حالات الانفلات الإعلامي المسرف في البعد عن الأخلاق والدين في هذه الصراعات، ممن لا يرون وراء الدنيا وزينتها شيئا آخر، أو لا يحضر لهم من ذلك أي شعور. ولأترك هذا الأمر لأذكر بعض النقاط. السلمية هي الخيار الذي كررنا مناداتنا به ولم نعدل عنه، ولا وجه للعدول عنه، ولا زلنا ندعو إليه. وفي الوقت الذي كنا نكرر فيه هذه الدعوة كنا إرهابيين ودعاة فتنة ومتآمرين في إعلام الآخرين، وسيبقى هذا البهتان مستمراً ما دامت مطالبة بالإصلاح والحقوق. إن رفضنا للإرهاب الذي شهدته مناطق من الساحة الإسلامية رفضنا للمنكرات الكبيرة بوزن، وما هو أشد من رفضنا للمنكرات الكبيرة، ورفضنا للمنكرات الكبيرة وأشد من إنكارنا لشرب الخمر وأكل الميتة على فظاعتهما. ومن نادى بالسلمية أكثر مما نادينا، ومن طالب بضغط الأعصاب أمام عنف السلطة أكثر مما طالبنا، وكم ساءت بنا الظنون من أعزاء لنا لشدة ما شددنا عليه من أمر السلمية وعدم الرد على الاستفزازات القاسية الظالمة من السلطة. وما كان ذلك ليواجه إلا بالاتهام بالإرهاب والعنف والتآمر والعمالة، وكل ذلك لم يغير من منهجنا، ولم نتعامل معه بردة فعل غاضبة. وكل ذلك لن يغير من إخلاصنا لهذه الأرض وإنسانها، ولن يعدل بنا إلى سلوك آخر. ثانيا، ولكن أمن الإرهاب والخروج على السلمية والانزلاق في العنف أن يدافع الإنسان عن عرضه الذي يشهد العدوان عليه؟ وهل تعني السلمية أن ترى عرضك يعتدى عليه فتبتسم لهذا العدوان وتصافح فاعله، أو أن تسكت على انتهاكه وأنت قادر على الدفع عنه؟ هيهات من الله.
أعطوني شريعة سماوية، أعطوني شريعة سماوية أو أرضية تقول بذلك، أعطوني دستورا، أعطوني دستورا، أعطوني دستورا أو أعطوني دستورا أو قانونا أو عرفا إنسانيا يقر ذلك. فليخرج مسؤول من المسؤولين الكبار في الدولة أو عالم من علماء الأمة يأمر الناس بأن عليكم لو شاهدتم من يعتدي على أعراضكم أن تحيوه وتكرموه أو تسكتوا على عدوانه وقذارته وإن أمكنكم دفعه. هل تبقى مصداقية لمثل هذا المسؤول في العالم؟ هل تبقى قيمة لعالم يقول هذه الكلمة؟ هذا كلام لا يقوله إلا مسخ، ولا يمكن أن يقوله إنسان. ماذا يفعل صاحب العرض لدفع العدوان عن عرضه؟ إن كفى الزجر اكتفى به، وإن لم يكف انتقل إلى ما يكف به العدوان عن عرضه مما دون القتل من غير أن يزيد على المطلوب، وإذا لم يجدي مع يد العدوان إلا قطعها فلا بد أن تقطع. وعن الكلمات الفاحشة والاستهتار اللفظي بالأعراض والقذف فإن لكل ذلك حكمة، فإن لكل من ذلك حكمة. وأعراض المؤمنين ليست الشيء الرخيص الذي يترك لبذاءة البذيء وسخف السخيف وجهل السافل ويمر دون أدنى مواجهة، فعلى الدولة أن توقف عن أعراض المؤمنين كل ذلك، وإلا فتتحمل المسؤولية. يحتجون بخروج المرأة في مسيرة أو مشاركتها في اعتصام لتبرير ما يرتكب في حقها من مساس بالشرف والكرامة. وهل تبيح مشاركة المرأة في المسيرة والاعتصام إنكاراً منها للمنكر وأمراً بالمعروف ومطالبة بالحقوق والعدل والإصلاح وإنهاء الظلم وسفح الدم الحرام والاعتقالات الظالمة، أن تستباح حرمتها ويدنس شرفها وتهدر كرامتها، وكل ذلك بمبرر أنها خرجت في مسيرة أو شاركت في اعتصام؟ لكأنكم تقولون أن على المرأة إما أن تسكت عن المطالبة بالحق وتتحول إلى حجر أصم وشيطان أخرس، وتتخلى عن كل مشاعر البنوة والأخوة والزوجية والأمومة، فلا تبالي بما يقع على أبيها وأخيها وزوجها وابنها من ظلم وضيم وقتل وتعذيب وسجن وملاحقة وفصل من العمل والدراسة، وتتفرج على مشاكل كل أحبتها، أو أن تقبل ويقبل كل هؤلاء الأحبة أن تترك لألوان التعديات، ومنها ما يمس شرفها ويهدر كرامتها وينتهك حرمتها. هذا هو المنطق؟ أي منطق أكثر عجاجا من هذا المنطق؟ وأي فكر أشد انحرافا من هذا الفكر؟ وأي سياسة أجهل من هذه السياسة؟ وأي امتهان لكرامة الإنسان أقبح من هذا الامتهان؟ وأي انتهاك للحقوق أفظع من هذا الانتهاك؟ إما أن تسكت أو حل قتلك وسلبك وانتهاك عرضك. ومن الذي
ومن الذي يستخف بحرمة النساء ويهجر كرامتهن؟ من يسكت على خروج المرأة في احتشامها تنكر المنكر وتأمر بالمعروف وتطالب بالحق والكرامة، أو من يدفع بها إلى المراقص والحفلات الغنائية المثيرة المختلطة ويسوق للفنادق بسلعة الفجور؟ من هو المسترخص للمرأة؟ وهل اقتصرت الكلمات النابية البذيئة والألفاظ الساقطة والقذف والسب والشتم والتعديات الأخرى ممن تسمونهم برجال الأمن على المشاركات في المسيرات والاعتصامات؟ كم نالت المرأة وهي في المنزل وأمام زوجها وفي الحسينية من هذه الشتائم والبذاءات؟ بعد الجمعة السابقة حدث ما حدث في بيت أكبر واحد من أكابر المؤمنين وكان التعدي بالكلمات الساقطة على أعز الناس، على من هو أعز عليه من الناس. ولكن كل صدق الناس كذب، وكل كذبكم صدق، والبرهان عندكم هو لغة التهديد والقوة. فليعرض أحدكم على نفسه أن لو اعتدى أحد على عرضه، أيه المسؤولون يا أنصار هذه الإجراءات، فليعرض أحدكم أو أنصار هذه الاستفزازات، فليعرض أحدكم على نفسه أن لو اعتدى أحد على عرضه بكلمة ماذا سيفعل؟ بفعل شائن ماذا سيفعل؟ هل سيصمت؟ سيسامح الفاعل؟ سيمرر الأمر وكأن لم يكن من شيء؟ إننا نعم راجعوا تقريب الصهيوني وما ذكره من قتل وتعذيب وهتك للأعراض، واذكروا ماذا أحدثتم للمساجد وللقرآن الكريم، وما قيمة المال عند قوات أمنكم. اذكروا، راجعوا ذلك وتذكروا ذلك، ماذا أبقيتم؟ والآن تعلنونها صرخة استنكار مقيتة، صرخة استنكار مقيتة واقحة في وجه الدفاع عن العرض ممن يرى الاعتداء على عرضه رأي عين. أرى الاعتداء على عرضي رأي عين وأصمت؟ أي منطق هذا؟ أي إنسان ينطق بهذا المنطق؟ ألا من حياة؟ يا له من عدل لا يقاس به عدل في حاضر ولا ماض من حياة الناس، ويا له من خلق رفيع لا يساويه خلق، وتقوى بالغة لا تجاريها تقوى. الجندي محترم الدم كغيره، الشرطي عندنا، الجندي عندنا محترم الدم كغيره، الشرطي عندنا محترم الدم كغيره، رجل الأمن عندنا محترم الدم كغيره، ولا يسلب أي من هذه العناوين عنه حرمة دمه، هذا ثابت لا نقاش فيه. ولكن الدفاع عن العرض واجب، ومن رأى عرضه يفتك به فداه بنفسه، فكيف لا يواجه ممن يريد الفتك بعرضه لو لم يدفع عنه إلا بمقاتلته؟ هل للشرطي حكم خاص في الإسلام دون غيره يستثنيه عما يجري على سواه، على من سواه؟ عندنا عليك أن تواجه أي عدوان على عرضك، على مالك، في بيتك، إذا هجم عليك من هجم عليك أن تدافع عنه بمقدار ما يدفعه، بمقدار ما يدفعه، ولا تزيد على مقدار ما يدفعه
عن عدوانه إلا الشرطي، فتترك له أن يفعل ما يشاء فيك وفي أرضك؟ أقضية يقرها أحد في العالم؟ في الأصل حرصنا على دم الشرطي وغيره أشد من حرصكم، ولكن ما أجراه الإسلام على غيره يجري عليه، ولم يطلق الإسلام يد أحد في مال أو عرض أو نفس وبلا حساب. إننا لحريصون على أن يسود البحرين كلها الانضباط لا أن تعمها العشوائية والانفلات، وأول من عليه أن ينضبط هي الأجهزة الأمنية ومنتسب الدولة في كل مواقعهم. وأي انضباط لرجل الأمن الذي تتحدثون عنه في ضوء ما يعاني الناس منه الناس من تعديات، والحكم الذي يريد أن يجنب الوطن الشر والدمار والخراب، عليه ألا يدير بظهره للإصلاح الحقيقي، ولا يسوفه، ولا يستبدل عنه بما لا يغني، ولا يعتمد القوة الباطشة التي لا تبقي مكانا للثقة ولا مجالا للتفاهم وتقطع السبيل بينه وبين الناس. أسلوبكم هذا، أسلوبكم في التعامل القاسي مع الناس ومع كل كلمة منكرة للمنكر، شأنه أن يقطع السبيل بينكم وبين الناس نهائيا ولا يبقي أن يصله. نريد للبحرين ألا تكون على ما هي عليه اليوم من سوء، ولا تريدون لها إلا مزيدا من السوء والدمار وأن تغرقها الكوارث. وإنكم لواجدون من طلاب الدنيا وعبيدها من لا يريد لكم إلا ذلك، ومن يزين لكم ذلك ويحثكم عليه، والناس قد تم يقينهم بأنهم لا بد من الإصلاح.